السلام عليكم أصدقائي. الربع حملة اللات كوين، أي الصورة نكون شايفين، وهذا هو الرابط بيعطيك يوميا سحب. هي دخلنا الموقع، تعطيه هون ترجمة، في عندك اشتراك، بنضيف اي اسم، الجيميل، كلمة السر. هون تسجيل الدخول اذا انت عندك حساب. هو فيه باقات، بس ما بنصحك نهائيا انت تساوي اشتراك، يعني تساوي ايداع، خليك على طريقة المجانية. تسجيل الدخول، بحط هون الجيميل كلمة السر، بفتح حسابي. وهيك اصدقائي حسابي اشتغل، ماكم شايفين عندي هون سحب. ضيف العنوان، بتجيبه من اي محفظة، كانت باريبو او تراست والت او بانياس، اي محفظة عندك بتصير بتسحبها بشكل نظامي. اذا انت عندك محفظة باريبو، هاي محفظة باريبو، بتعطيها هون ساحب مرتين، نكون شايفين، بعدين عفته فترة عبنسى الموقع، يعني برجع نحكي عنه، تحط هون تاخد الرابط وبتضيفه. اذا عندك تراست والت، هي شغالة بجميع انحاء العالم، ما بدها توثيق، تحط هون بحث، تضيف اسم العملة، هاي العملة بنكون شايفين، بتاخدو انت. استلم، بدي استلم انا على هذا المحفظة، باخد الرابط. بنضيف هون الرابط السحب بهذا الشكل، بعطيه هون ينسحب، يعطيه هون يكتمل. هون قال لي انه انت تحديثك هيك اكبر على هالقصص، بعطيه سحب. لقد تم انسحابك في نجاح، تم ارسال العملة على حسابك. انا اسحب منه كذا مرة، لكم شايفين كله وصلون. يلا كمان بتصل، هلا بتصل لهون على هذا المحفظة. انت كل يوم بتدخل عليه وبتسحب بشكل نظامي، كل يوم بيعطيك العملة، بعدين بتسحب انت. يلا انا معي هون 370 ليرة من العملة، بقول بعد الليرة التركية وبسحب بشكل نظامي. هلا انا بجمع، ادرسوا اللي بيقدم حتى ننزلكم دايما الافضل ان شاء الله. والسلام عليكم.